السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جايب لكم شرح جديد وإن شاء الله يعجبكم. قبل كل شيء حبيت أن أطلبكم طلب، وأتمنى أنكم كلكم تتابعوني حساب إنستجرام. هذا حساب إنستجرام، وكمان رابط تجدونه في الوصف. أوكي شباب، لا نطول في المقدمة، نروح أول شيء على برنامج اللي هو بيكس أرت. أوكي شباب، بعد ما رحنا على برنامج بيكس أرت نروح على خيار زائد، بعدها على كل الصور، اختار الصورة اللي تبغوا تصمموا عليها. اوكي، مثلا اختار هذه الصورة. اوكي، اول شي تروحوا على التأثيرات، تسحبوا التأثير، تسحبوا لين يجيكم اسود وابيض. اوكي، لين يجيكم التأثير هذا، العفو هذا، ضغطوا على التأثير. بعدين لو ضغطتوا مرة ثانية راح يطلعكم اعدادات، اختاروا واحد منها اللي يصير مناسب على الصورة، تقريبا هذا. اوكي شباب، بعدها نروح على تطبيق، تروح مرة ثانية على التأثيرات، نروح على الضبابية. اوكي، بعدها نروح على الخيار هذا الضبابية، تخلوا الضبابية بهذه الطريقة. اوكي، نعطي تطبيق، بعدها سووا حفظ. اوكي شباب، بعد ما سوينا حفظ وش نسوي؟ نروح على برنامج كيت كات، نروح على خيار زائد، موافق، نختار لوحة فنية، نعطي تم. اوكي، الحين تروحوا على خيار زائد تضيفوا الصورة. اوكي شباب، بعد ما ضفتوا الصورة هذه اللي هي اسود وابيض وعليها تأثير ضبابية، كبروها على حجم التصميم اللي تبون، مثلا 20 ثانية. اوكي، نروح بس نحذف الاطار، تسحبون كذا، العفو، تروحوا على السهم هذا الصح، بعدها تضغطوا على الصورة مرة ثانية، تسحبون لين يجيكم الخيار هذا، شوفوا انه انا مسوي اطار، ردوا اطار 0.0. طيب الحين وش تسوون؟ تكرروا الصورة مرة ثانية، واحدة منها تضغطوا عليها ضغطة مطولة تنزلوها لتحت. طيب الحين ركزوا معي، تروحوا على اول صورة اللي هي فوق، هذه اللي فوق، ضغطوا عليها مرتين سريع كذا، بعدها روحوا على التأثيرات. اوكي شباب، بعدها على خيار زائد هذا، شوفوا ترفعوا فوق كذا لين يجيكم نزول، نزول للأسفل. اوكي، هذا الخيار، شوفوا مو نزول من الأعلى، لا نزول للأسفل، نزول للأسفل. اوكي، ضغطوا عليه، طبعا التأثير راح يجيكم بنهاية الصورة، شوفوا الحين ما في شيء، بس إذا سحبنا لنهاية الصورة الصورة هي تختفي، بس في صورة تحتها ما يبين. أوكي، وش تسوون؟ اسحبوا التأثير ردوها لها أو بداية الصورة بهذا الشكل. أوكي، كبروا التأثير على الصورة مثلا كامل. أوكي، حطوا التوابع، نختار اللي هو خطي هذا اول خيار. طيب بعد ما اخترتوا الخطي هذا، تروحوا على علامة هذا السه، بعدها على صح، تروحوا على الصورة الثانية هذه، تضغطوا عليها ضغطة سريعة، بعدها روحوا على الخيار التأثيرات هذه، روحوا على خيار زائد، ركزوا معي الحين، تسحبوا فين؟ لفوق. اول وش سوينا؟ نزول للأسفل صحيح، الحين نسوي نزول من اعلى. اوكي، هذا هو نزول من اعلى، نكبر الانتقال على الصورة كامل. اوكي، شوفوا الحين لو لاحظتم في خطأ، صورة بعيد، شوفوا بس لين تروحوا تسوي التوابع، لو رحنا على التابع شوفوا تسوي خطي زي الانتقال حق الصورة الاولى، التابع شوفوا الصورة صارت ورا بعض يعني بشكل حلو. نشغل الفيديو نشوف. اوكي، الحين تشوفوا الحركة بطيئة، وش تسوون؟ مثلا روحوا على هذا المكان، تسوون قص، بعدين احذفوا الزايد هذا. اوكي، الحين تسووا على الصورة هذه، كرروها،
كررها على الغني الموسيقى أو الأغنية. أوكي. الصورة الثانية نفس الحركة كررها، يعني الطريقة سهلة مرة. أوكي. الحين شوفوا كيف صار الفيديو. أوكي شباب، الحين الخطوة الثانية. الخطوة الثانية تروحوا على زائد، ضيفوا الصورة. طبعا الصورة اللي ضفنا لها تأثير أول لا تضيفوا، اللي هي الطبيعية الأصلية هذه، كبروها. أوكي، حطوها نفس الحجم. أوكي، الحين ضغطوا عليها ضغطتين كذا سريعة وصغروا الصورة بهذه الطريقة للعلى الحجم اللي تبون. أوكي، راح تصير بهذه الطريقة. أوكي، لو سحبنا على الأدوات هذه نسحبها إلى اليسار لين يجيكم الخيار هذا، ضغطوا عليه، بعدين نحطوا إطار، إطار للصورة. شفتوا كيف صار إطار أبيض؟ طبعا إذا ما عجبكم إطار أبيض تبوا طيروا، روحوا على الألوان وغيروا اللون اللي تبون. أوكي، بعد ما سوينا الحركة هذه وش نسوي الحين؟ راح أحط أريد الإطار أبيض. أوكي، بعد ما سويتوا الحركة هذه وش تسوون الحين؟ ركزوا معي، تروحون على انتقالات، انتقال حر، كبروا الانتقال بهذه الطريقة. أوكي، كذا كبروا على الحركة، تبغوا اهتزاز الصورة بالحركة اللي تبغوها، سريعة بطيئة. أوكي، بعدها دوروها لليمين شوي كذا. أوكي، بعدين على التوابع خطين، بعدها انتقال حر، كبروا الانتقال، بعدها روحوا سوون تدوير لليسار، بعدها نفس الطريقة التوابع خطين، بعدها نفس الطريقة انتقال حر، كبروا المكان اللي تبون، دوروها لليمين، توابع خطين، بعدها انتقال حر، كبروها لهذا المكان، ردوا الصورة زي ما كانت. أوكي، سووا التوابع خطين. أوكي، الحين وش تسوون؟ سووا انتقال حر، كبروا الانتقال، بعدين كبروا الصورة بهذه الطريقة. أوكي، سوون التوابع، أول سوينا خطين، الحين سووا هذا التعميم الأخير الوسط، نضغط عليه. أوكي، نشوف كده الحين كيف صار. شفتوا شباب؟ طبعا التصميم مرة سهل وحلو بنفس الوقت. طيب بس نسينا على آخر انتقال، لو شوفوا احنا الحين بالمثلث الأول، نرجع نضغط على المثلث هذا. أوكي، بعد نروحوا على الألوان، بعدها على التعرض، نحط التعرض مثلا 46 أو 50. أوكي، كذا الحين شوفوا كيف راح تصير الحركة. أوكي شباب، الحين ضيفوا التأثير، التأثير طبعا راح تحصلوا بتليجرام، الصورة راح تحصلوها بتليجرام، اي شيء راح استخدمه بالشهر تحصلوا بتليجرام. هذا هو التأثير. اوكي، نسوي اختار، بعدها ضغطوا على التأثير مرتين كذا ودوروه بهذه الطريقة. اوكي، بعدها كبروا على الشاشة كامل. اوكي شباب، الحين وش تسووا؟ تروحوا على الخيار هذا الشمس اللي هو الشفافية، حطوها 50. اوكي شباب، وإذا ما تعجبكم 50 أحطوها 60، المهم لين يصير التصميم يعجبكم. الحين وش تضيفهم؟ توقيعكم والموسيقى فقط. الحين تضيفوا الموسيقى اللي تبون تصمموا عليها، صوتيات. أوكي، الحين خلاص صفوا التوقيع وحركوا كيف ما تبون. طبعا شباب كان هذا شرحنا اليوم، وأتمنى عجبكم، وانا اطلبكم انكم تتابعوا حسابي انستجرام، وان شاء الله عجبكم الشرح، واذا عجبك الشرح لا تبخل علي بعمل لايك. وكان هذا شرحنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.